مساء الخير، أنا الدكتور حسام صلاح، استشاري المخ والأعصاب ومسؤول عن قسم أمراض المخ والأعصاب مستشفى السلام الدولي. في ظل الظروف الاستثنائية اللي بتمر بيها البلاد، إن المستشفى بإدارتها قامت بإجراءات احترازية لحماية المرضى وذويهم والحفاظ على الأطقم الطبية داخل المستشفيات. فهتلاقي إجراءات عديدة تمت، منها إن المريض نفسه بدأ يتم الحجز له بشكل متباعد عشان يمنع التزاحم داخل العيادات الخارجية، وبدأ يبقى فيه تحذيرات، يعني مش هنقول تحذيرات، هنقول تعليمات شديدة إن احنا لازم نحضر إلى المكان هنا المستشفى بماسك لحمايتكم ولحماية الأطقم الطبية وحماية كل الناس اللي موجودين من التمريض ومن العاملين داخل المستشفى، وبالإضافة للمترددين المرضى الآخرين اللي هيجوا للعيادات الخارجية. وكمان بقى في مسافات تباعد الاجتماعي عند الحجز داخل العيادات وعند الدخول الى العيادات الخارجية، حتى مع الطبيب نفسه بقى في تباعد اجتماعي. الكشف العيادات الخارجية زي ما هو، ما فيهوش اي تغيير خالص، احنا بنكشف على المرضى بشكل طبيعي جدا وبنشخصهم وبندخلهم الطوارئ. لازم اطمنكم ان الدخول حتى جوه الطوارئ ليه اجراءات احترازية لحماية المريض اللي ما عندوش كورونا اللي هي كوفيد-19 عشان ياخد الخدمة الطبية. لازم نفهم الأمراض الأخرى مهم علاجها وهي اللي تمثل الأغلب، يعني الأمراض الأخرى فيها نسب وفيات عالية، فيها نسب ضرر عالي. فأنا عايزكم تبدأوا تتحركوا وعايزكم تطمنوا، بس أنت تسكت على مرضك وما تبدأش تتحرك للطبيب عشان أنت خايف يجيلك كورونا أو الكوفيد، اللي ده هيؤدي إلى مضاعفات ومشاكل أخرى من الأمراض اللي احنا بنعاني منها. وفي أمراض حادة منها من الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها، الجلطات المخية فيما يخص تخصصي أنا. لازم نفهم إن احنا لازم نتعايش، هو ده التعايش، إن أنا أنزل اعمل التباعد الاجتماعي ما بيني وما بين اللي حواليا، البس الماسك بتاعي، اروح اعمل حياتي كلها لازم تمارس بشكل طبيعي. مرضى الجلطات المخيه اللي انا بشوفهم للاسف بقيت بشوف دلوقتي في هذه الفتره مرضى بمضاعفات شديده، لان هم ما بقوش يجوا ياخدوا الحقن المذيبه او القسطره زي ما كنا خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا. ده مش بدعوا فيها ان احنا ما نلتزمش بالمعايير الصحيه اللي وضعتها المنظمه الصحه العالميه والمنظمات الصحيه في العالم كله، وزاره الصحه المصريه والمستشفى اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. كل الناس دي اخذت الخطوات الاحترازيه لحمايتكم ولحمايه كل الناس ولحمايتنا. فساعدوا نفسكم، ولما تتعبوا تروحوا المستشفى. الرهبه اللي موجوده دي عايزينها تنتهي لمصلحتكم انتوا مش مصلحه حد تاني. وشكرا.